حظيت كلمة ممثلة دولة غانا خلال جلسة عرض آراء أطراف الدول بشأن نتائج المرتقبة ضمن فعاليات قمة المناخ بتفاعل كبير من الحضور. واستعرضت ممثلة غانا وهي فتاة صغيرة في عقدها الثاني المخاطر التي تواجه بلادها نتيجة التغير المناخي، معربة عن تخوفها من تفاقم الأمور في غانا بشأن تغير المناخ وتدهور الأحوال أكثر مما هي عليه الآن. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. اسمي ناكيا جرماني سان، أبلغ من العمر 10 سنوات وأنا من غانا، وأنا في محفل الدول المستضعفة أمام تغيرات المناخ. أنا سعيدة بوجودي وإياكم للحديث باسم 1.5 مليار شخص، أولئك الذين يعيشون في 58 دولة من مجموعة CVF، حيث هنالك أعداد غفيرة من الشباب الذين يهتمون بتغير المناخ والذين بالفعل توجه أنظارهم صوب تلك الغيوم التي تلبد السماء، وحيث أن هو حدثت فيضانات، وحيثما بالفعل اضطررنا لفرار بيوتنا علمتني قوارب داخل المدن، وكان الأمر بالفعل مثيرا للهلع. وإن تفاقمت الأمور نخشى ما نخشاه أن مستقبلنا على المحك. حذرت اليوم وحضرت منذ البداية وتابعت فعاليات المؤتمر وتحدث والعديد منكم، وأنتم جميعا بالفعل كنتم لطفاء جدا وإياي، وأطلقنا حملة ضرورة الدفع الذي قد طال انتظاره. أنا على يقين بأنكم تعلمون ما هي هذه الحملة، أنتم أذكياء، لأن بعض المجتمعات المحلية في بلد غانا تتحمل وزر ما يحدث، تدفع ثمن باهظا لما يحدث جراء الحرائق التي أشعلها البعض. وهنا السؤال البسيط المطروح، متى يمكنكم أن تسددوا الثمن؟ لأن سداد الثمن قد طال انتظاره. التقيت والسيد جون كيري، زار جناحنا في مستهل الأسبوع الماضي، كان لطيفا جدا وتحدث وإيانا، وأعتقد أن نسيا والبالغة من العمر من 8 سنوات، وأنا على يقين أنه لديه إذن أحفاد. نعم أنا كذلك أبلغ 10 سنوات، وعندما سأصل إلى عمري إن شاء الله سنكون قد شرفنا على نهاية هذا القرن. وحينئذ ملايين الأشخاص لا سيما من المسنين قد يقضون كل سنة بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وهذا ما لمسناه في CVF، فمصير المستضعفين سيكون هو مصير العالم برمته. وإن نجحنا في حد ارتفاع درجة الحرارة ب 1.5 درجة مئوية كما تم الالتزام بذلك في باريس وغلاسكو، فكل هذه الوفيات يمكن أن نتفاداها. لكن إن واصلنا ووصلتنا إلى درجة 2، لربما حينئذ سنتحمل هذا الوضع المزري، تلك الوفيات. قيل بأنه أمامنا 86 شهر قبل أن نصل إلى درجة 1.5، وعليه رجاء أناشدكم لتقوموا بعملية حسابية بسيطة. الوضع طارئ وملح، لو كنتم شباب وأطفال مثلي هل كنتم بالفعل ستدركون بأنه ينبغي أن نتدخل وأن نضع حدا لما يحدث؟ فأنا أرجوكم
تأمل ما يحدث وتفكير في الأطفال وفي الأحفاد، وينبغي أن تتذكروا أنفسكم وأنتم في مرحلة الطفولة. السيد الرئيس، أملنا أن هذا المؤتمر سيساعدنا. أنا على يقين بأن ما أحد يريد أن يخذلنا. اليوم يوم جمعة وأطفال في بلدان شدة اليوم تغيبوا عن المدرسة لكي يبينوا مدى اهتمامهم بكوكبنا. رجاءً رجاءً اسمعوا صوتنا وطلبنا. ينبغي أن تنجزوا المزيد وتحققوا المزيد، وحيث أن الدول الغنية والملوثة ينبغي أن تتحمل المسؤولية ألا تتملص، وأن تحضر مؤتمرا للأطراف في المستقبل دون أن نحقق نسبة 1.5 درجة. الدول الغنية والملوثة ينبغي أن تقدم المساعدات المالية لمن يتحمل وزر هذه الكوارث، كوارث لم نتسبب فيها نحن. هل إذا ساعدتمونا ولم تخذلونا، وذلك لكي لا نحضر مزيدا من المؤتمرات ونتقدم في السن دون أن تقدم لنا المساعدة. لا ينبغي أن تحرمونا من هذا الكوكب، فينبغي أن تتحملوا أو تتحلوا بالشجاعة لتكونوا أبطالنا، لتتحركوا اليوم الآن. وإن لم تتحركوا اليوم فأنا أبذل قصارى جهدي. السيد الرئيس، لقد كتبت مؤلف عنوانه أشجار من أجل الحياة، وذلك لكي أثقف الأطفال من المجتمعات المحلية بشأن ما نقوم به. هنالك مشروع طفل زائد شجرة، وذلك لمساعدة ملايين الأطفال في بلدي. لكن أي أنشطة قد أقوم بها وأي جهد قد أبذله، المشكلة مشكلة مستعصية. يمكن أن نتحكم في المستقبل إن لم نتخذ التدابير الآن. رجاءً، هل كنتم أبطالنا هنا في شرم الشيخ؟ نحن في المرحلة الأخيرة ولدي بيت من قصيدتي باللغة المحلية. ما أعني؟ متحمل الواجبات. رجاء، هل إذا أمسكتم بزمام الأمور وتحملتم مسؤولياتكم؟ شكرا على حسن الإصغاء.